أنا مسلمة أحتفل برأس سنة ميلادية. أنا مسلمة ولا أحتفل برأس السنة الميلادية. لا أماني ولا تهاني لمن يتعبد لغير الله بالرقص والأغاني. أنا مسلم ولا أحتفل برأس السنة الميلادية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، ثم ابتغينا العزة في غيره أدلنا الله. أنا مسلمة أحب الله وأحب عيسى عبده ورسوله، ولا أحتفل برأس السنة الميلادية سورة الإخلاص. هذه السورة العظيمة التي هي ثلث القرآن على قلة آياتها، ويحفظها الكبار والصغار منا، تبين لنا حقيقة عظمى يولد بها كل مولود، ألا وهي وحدانية الله، الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، فكيف ينسب له هؤلاء الولد وهو يقول لم يلد ولم يولد؟ فيا من يحتفل برأس السنة إحياء لميلاد عيسى عليه السلام، اعلم أنه عليه السلام بريء من هذا، لأنه ورد في القرآن الكريم أنه قال: إني عبد الله، فكن عبد الله حقا ولا تتشبه بمن يكذب على الله حقا. أنا مسلم لا أحتفل برأس السنة الميلادية، عيدان فقط للمسلمين، يوم الفطر ويوم الأضحى. أنا مسلمة لا أحتفل برأس السنة الميلادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم،